خوتي خوتاتي، ها واحد، السلام عليكم. كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى كاملين بيكم تكونوا بخير وعلى خير. عفيتو طنجي ما نسيكم شي من الهميزات ديالها. بزاف ديال الابارتمون مؤخرا تباعوا لنا بنفس هاد المساحه وبنفس هاد الثمن، وبقى فيكم الحال. ما خصش يبقى فيكم الحال، خصكم سريعوا الاتصال، عيطوا لنا دغيا باش نتفت لكم حتى شي همزه. وهذه بيدها راها همزه معتبره، ابارتمون كبيره مشمسه على جوج الواجهات، بجوج بيهم على الشارع، وموقع يعني مطلوب بزاف، ولي زابارتمون هي كيتباعو لنا دغيا. هاد لابارتمون فين جات؟ هادي جات في الظهر المجمع الحسني اللي كاين في طريق رباط طنجه، قريب ليكم المحطه الطرقيه الجديده، قريب ليكم سوق الجمله ديال الحوت، قريب ليكم سوق القرب ديال مجمع الحسني، قريب لكم ملعب الكره، قريب لكم القريه الرياضيه، وقريب لكم حتى مرجان. هاد لابارتمون فيها 94 ديال المترو، جات في الايطاج الخامس، فيها جوج ديال لي فاصاد بجوج بيهم على الشارع. يعني هاد لابارتمون واخد الحق ديالها من شميزه، في الصباح مشمسه في وجهها الاولى، وفي العشيه مشمسه من الاتجاه الثاني. كيف ما قلت لكم 94 مترو في الايطاج الخامس، كاين لاسانسور، كاين حتى الباركينغ سوسول اللي كاملين فيكم كطالبونا مؤخرا على الشقق يكون فيهم الباركينغ سوسول داخل في لابارتمون. دابا اش نوريكم في الصاله ديال هذا الدار. هذا هو الباب ديال الدخله ديال لابارتمون. اين فوا كتدخلوا مع الباب كتجيكم المنظر ديال هذا الصالون الغزال الكبير المبهج، اللي كيف ما كتلاحظوا ابارتمون مفتوحه وكتشرح القلب من الدخله الاولى. هاد لابارتمون كيف ما قلت لكم فيها 94 ديال المترو، وجات في الايطاج الخامس، جوج ديال الواجهات بجوج بهم على الزنقه. هاد لابارتمون كتباع خاويه بلا فراش. بالحق نتوما عجبكم الصالون، عجبتكم الكوزينه، عجبكم الفراش كامل، كنشوفوا لكم مع مول الدار وكتساهموا معاه. دابا اجي نوريكم الاصلاحات اللي دخل صاحب هاد الشقه هاد لابارتمون. من الاصلاحات اللي دار واللي كتير نظره من الاول، هاد القبص هذا اللي اختار انه يعملو موديرن بهذا الشكل هذا، ودار اختار انه يديرو كامل بلي سبوت وعمل هذه التري هذه في الوسط، يعني شي حاجه موديرن ديال ستيل جديد ديالنا 2024. وهنا اختار انه يدير تفريشه الصالون غير النص ديال الصالون. علاش؟ حيت عنده صالون كبير، فكانت الفكره ديالو انه يدير نص صالون ماروكان والنص الثاني يعمل فيه كانابي. انا غادي نعمل هنايا كانابي مع التلفازه، يعني على حسب الذوق كل واحد وعلى حسب الاختيار كل واحد كيفاش غادي يبغي يفرج الدار. راه تقدروا ديروها كامله صالون ماروكان وديال العرايد وديال المناسبات الكبار. من الاصلاحات اللي دخل اختار انه يدير صباغه ديال الخيال او الياقوته وزوقها بهاد بابي بان اللي داروه في الصالون كامل. كيف ما قلت لكم هاد لابارتمون كتباع خاويه، وبالحق راها عامره اصلاحات، الا اذا وجدوها بالفراش يمكن لكم تواصلوا معنا وان شاء الله ما يكون غير خير. هنايا في هذا الاتجاه هذا اختار انه يعمل اسباس ديال التلفازه، دار هذيك القبص داير بالتلفازه، وهذه راها كدور. يعني حتى اذا بغيتوا مثلا ديروها في التلفازه، يا اما تكون عاطيه الصالون او لا عاطيه السيجور، على حسب كل واحد وكيفاش غادي يبغي يهندس ويزيد يزوق ويبتكر في هذا لابارتمون هذه. دابا من بعد ما شفنا الدخله سيجور الصالون ديال لابارتمون، باقي هنايا هاد الاسباس هذا، حتى هو اختار انه يعمل فيه هاد القبص هذا. هذا راه كامل بلافون هابط ديال القبص، واختار يزوقو بهاد التريي هادي. دابا هنايا عندكم لابارتي بريفي ديال الدار اللي كتجمع جوج ديال بيوت النعاس، الكوزينه، وكاينين جوج ديال لي بالكون والواجهات بجوج بيهم على الزنقه. دابا غادي ندخلو مباشره باش نشوفو لا بارتي الاولى ديال لاسباس بريفي. كيف ما كتلاحظوا ابارتمون راه كامله مقبصه، كامله فيها هاد النوعيه هادي ديال القبص، معاوده بالاصلاح ازيرو، يعني ما غتحتاج تصلح فيها حتى شي حاجه. جيب حويجات ديالك، جيب الرحية ديالك، ومرحبا بكم في طنجة. هنايا كنلقاو لا شومبر الاولى، نخليكم نتوما الاولى تشوفوا الوسعيه ديالها. كتبقى الشومبر اللي هي كبيره، اختار انه يديرها هنايا البيت ديال العائل، وراه فيها ديجا البالكون ديالها، واختار انه يدير فيها الباركي ديال الخشب. راه كامله بالباركي ديال الخشب، وكيف ما قلت لكم الشمس راه كتدخلكم حتى لقلب الصالون، حتى لقلب البيوت النعاس، حيت ابارتمون جوج الواجهات
بجوج بيهم على الشارع. هنا يعاود كيف ما لاحظتوا كاينه كاما ديال شخص واحد بالماريو ديالها، واختار انه يزوق ليه الحيط في هذا البافيتان خاص بالعواول. يعني اذا كانت عندكم شي بنيته ولا شي وليد راه غادي يقول لك خذوها غير على حساب هذا الزواق هذا اللي في الحيط. وده الخطر لبنات الذكوره، هذه ديال الذكوره، وفي الاتجاه الاخر دار الصباغه ديال البنات، هذا راه ماشي بابيتان. لما لاحظت هذه راها صباغه، راها مصبوغه. يعني فكره جديده الصراحه الله، ومزيونه غادي تعجب الوليدات الصغار. يعني دير هنايا الكاميرا ديال البنيته ديالك، وهنايا الكاميرا ديال الوليد ديالك، كتمضي الخواطر بجوج. وعاد عندهم البالكون اللي كيف ما كتشوفوا راه فيه الكرياج ديال الحديد كامل بالالومنيوم من الفوق حتى لتحت، وغادي يستافدوا من الشميسه ديال الصباح. لكل باغ حتى هو راه اختار انه يعمل فيه البابي بان والصباغه، وهذا الخامه ديال النحاس. هنايا غادي تجيكم شي مرايه، يعني الفكره مزيونه هذه في وسط الكل باغ صراحه الله. ودابا نجيو الكوزينه ديال لاله مولاتي اللي غادي تحمق المراه المغربيه، اي امراه غادي تحمق على كوزينه كبيره بحال هذه، مساحه معتبره كافية استغلال ومساحة كبيرة. هذه راه كافية استغلال من لهيه. يعني هنايا ما غادي تحتاجوا ديروا الثلاجة لا والو، حيت ديجا كاينه موطه ديال الثلاجة. هنايا عندكم رخامة ولونية من الطرف حتى للطرف، يعني كافية للاستغلال وكافية في المرأة المغربية دير الشهيوات ديالها. هنايا اختار انه يعمل طابلة مونجي بحكم ان المساحة ديال الكوزينة كبيرة، يعني نقولوا بحال عندك شومبر ثالثة هنايا، وعاد عندك البالكون الثاني. سمحوا لي انا كنت قلت لكم جوج بالكونات، لا راه فيها ثلاثه ديال لي بالكون وجوج بيوت النعاس. هذا البالكون اختار انه يدير فيه موطع ديال الطياب، ماكينه التصوير والسخان، وعاد عندكم الموطع ديال الثلاجه. وحتى هذه راه الكبس ديالها مبدل، اختار انه يعمل الكبس ديال بلافون ديال الكبس بالبولات ديالو، يعني شي حاجه جديده وكوزينه مبهجه وما تقنطيش فيها على لا مولاتي. ودابا غادي نمشيو، باقي لنا بيت النعاس الثاني وباقي لنا البالكون الثالث وعاد الحمام. هنا من بعد ما سالينا على البارتي الاولى ديال البارتي بريفي، كيجي الكولوار الثاني اللي حتى هو معاود بالاصلاح، حتى هو كامل ديكوري كيف ما كتلاحظوا صراحة الله، شي حاجة دو لوكس. يعني الله يعطي الصحة لصاحب هاد الشقة هادي اللي جاتو الأفكار أنه يزوق الكولوار ديالو ويصبغ يكمل يعاود لافينيسيون ديال الدار من الأول وجديد. أبارتمون اللي كتبقى 94 ديال المترو بالباركينغ سوسول ديالها، جوج الواجهات على الزنقة، وإيطاج الخامس كاين لاسانسور، كاين لي كاميرا دو سيرفيونس، عمارة اللي هي كبيرة، والموقع ديالها كيف ما قلت لكم في الظهر ديال المجمع الحسني اللي جا في طريق الرباط طنجة. كل شيء هنا يحتاجكم، يعني كاين البقاقل، لي فارماسي، لي سوبر مارشي، قهوة فين إذا بغا مثلا الدار يهبط في العشية. يعني راه جميع المرافق للعمومية والخصوصية قريبة حداكم. حتى بالنسبة للمدارس راه كاين العمومية والخصوصية، ترونسبور المدرسة كيحط قدام باب العمارة، وإذا كنتو غادي تاخدوها غير عمومية راه كاينين المدارس دايرين بهذا الموقع هذا. أبارتمون غزالة مفينية، ما فيك ما تصلح فيها، جيب فراشك جيب وليداتك ومرحبا بكم في طنجة. كيف ما قلت لكم من بعد ما شفنا الصالون، بيت النعاس، البالكون الأولاني والبالكون الثاني اللي كاين في الكوزينه، دابا يلاه معايا باش تشوفوا الحمام، البيت الثاني والبالكون الثالث. هنا كنلقاو الحمام الخاص بهذا لابارتمون اللي حتى هو المساحه ديالو كافيه للاستغلال. من بعد غتدخلوا تشوفوا راه كاينه الدوشه هنايا، كاين لافابو، كاين التواليت والفيدي ديالها، يعني على حساب ديك الساعات كل واحد ودابا تتبدلوا فيها في الصاله. ومن ناحيه السقوف اختار انه يعمل البلافون ديال الكبس بهذا الشكل هذا، بهذا الزواقه هذه، يعني الحمام المساحه ديالو كافيه للاستغلال ومناسبه على حساب المساحه ديال لابارتمون. ودابا غادي نمشيو باش نشوفو البيت الثالث، البيت الكبير معاه البالكون الثالث. كيف ما قلت لكم 94 متر، راه كان بامكانهم انهم يخرجوا ثلاثه د البيوتات النعاس، بالحق خلاو غير جوج بيوتات نعاس، وبالحق المساحه ديالهم كبيره. اجيو تشوفوا معايا دابا هاد البيت هذا،
لهذا البيت تبارك الله، واخد مساحة كبيرة من لابارتمون. إذا لاحظتوا راه كاينة كاما من الحجم الكبير، كاين ماريو من الحجم الكبير، وعاد باقي عندكم الاسباس. ابارتمون مبهجة كبيرة مشمسة من الصباح حتى العشية، يعني من 7 الصباح ل 7 العشية ما تشعلش فيها الضوء نهائيا. كيف ما شفتوا من الاصلاحات اللي دخلوا في هاد لا شومبر هادي، اختاروا انهم يعملوا القبص بهاد الزواق هادي بالسبوت بالهيدات ديالها. وعاد كيف ما لاحظتوا هاد لا شومبر راها كبيرة حتى هي، مزوقه بالبابي بان بهاد الصباغه هادي، وفيها البالكون الخاص بها، البالكون اللي كيطل على الواجهه الثانيه اللي هي بالدور ديالها كتطل على الشارع. يعني انا هاد البيت اذا ما كنتوش محتاجين بالكون ثالث، هذا راه تجيكم فكره فيه ديال دريسينغ معتبره، ديروا كلشي رفوفها، وديجا راه عندكم كاين الالومنيوم، يعني غادي تجيكم هذا دريسينغ معتبر يكون خاص عندكم بهذا البيت. هذا ابارتمون مشمسه كبيره ضاويه، مساحه معتبره، موقع استراتيجي، فيها 94 ديال المترو، جات في الايطاج الخامس، كاين لي كاميرا سيرفيونس، كاين لاسانسور، واهم حاجه عندكم الباركينغ سوسو. الثمن ديال هاد الشقه هادي والثمن المفاجاه ديال هاد الشقه هادي هو 76 مليون فقط. عندكم الباركينغ سوسول، عندكم ابارتمون كطلع على جوج الواجهات، وجات في موقع استراتيجي، ثمن همزه و 94 متر، يعني كيف ما كتلاحظوا 94 ديال المترو غير 76 مليون، وداخل فيها حتى الباركينغ. اذا عجبتكم سهله، ما عليكم غير تواصلوا معنا في هذا الرقم اللي كاين في اعلى الشاشه، عطيونا هاد الريفيرونس.